حبيبي، شفت منام فظيع. وأنا كمان. أنت شو شفت؟ شفت إني عم خونك. وانت شو شفتي؟ شفت اني سامحتك وبدينا من اول وجديد. بوعدك اني ما خونك بحياتي. بحبك. وانا بحبك. ما رح يجيك انك تفكر بالخيانة. هلا بتراهنوا بتراهنوا انه واقف على الشباك مثل العاده. ايه اكيد. تفضلوا شوفوا. يلا شرف. كل يوم بهالوقت بيجي بيقعد هون؟ صار له فترة على هي الحالة. هلا معقول بينام على الصيف؟ هلا بصراحة هو الصبح بيختفي. يعني كل يوم بيرجع بنفس الوقت؟ غريب وضع جوليا مو هيك؟ لا ما غريب، يعني واحد شحات في كثير ناس هيك. جوليا بس شو اللي وصلني لهالحالة؟ هلا إذا بدنا نقعد هون بالمكتب؟ قوم نروح نشرب شي شغلة. تفضل. ايه يا سيدي وهيك فضلنا. طيب هاتوا لشوف، برأيكم شو السبب اللي وصل هذا الزلمة لهون؟ كان بالسجن لفترة طويلة وطلع ما لقى أحد جنبه، لا بيت ولا أهل ولا أصدقاء. أو بيكون معه مصاري كتيرة وروح على الأمار والمخدرات وهلأ صاير على حال؟ ممكن؟ وارد هذا الكلام. جوليا أنت شو بتقولي؟ ما بعرف، بس أنا بعتقد من هو وصغير معتر، يعني ممكن يكون يتيم أو ربي بالشوارع، ممكن يكون لقيط. هلا ممكن يكون مخبر، ممكن يكون عميل، ممكن يكون جاسوس. الممكنات احتمالات كثيرة. هلا إباء أنت ليش مهتم بالموضوع كثير؟ يا سيدي رح لك ليش أنا مهتم بالموضوع. جيت من الفرن معك مضغة كرواسان وشفته قاعد وصفنان، يعني القعدة تبعه كأنه عم بيمارس رياضة اليوغا. لا شكراً كتر خيرك. جبت لك هدول لألك خدهم. لا أخي شكراً، عذرني. إذا بيكون في مصاري أحسن.
شكرا. شكرا جزيلا. هيك بهاللباقة اللي عم تقلده فيها؟ بالضبط بالضبط هذا اللي صار. مفرداته كتير منمقة يا حاجة. بقى باينتو محتار كبير وعلى مستوى ايه. انا بعرف هيك عالم ببلشوا على دعاوي الله يوفقك والله يجبر بخاطرك، اما شكرا وجزيلا والله ما سمعتها. يعني أنا مثلي مثلكم فكرت أول شيء إنه القصة سلابينا، بعدين مرة شفته عم بيقرا كتاب، مرة جريدة، يعني بتحسي إنه الزلمة بروفيسور أو حدا عبقري. قصدك مثقف الزلمة؟ هلا ما دار بيني وبينه أي حديث خليني أتأكد إنه ثقافته عالية أو لا، لكن يعني الهي إنه مثقف ولواقته ما فيها تصنع، ما فيها كذب. حسيت إنه هذا الزلمة ابن عز. شعرت انه شبعان وابن عيلة. لا تسأليني ليش، لانه ما بعرف. ايه بس ابن العز ما بيعود هي القعدة ولا بيقبل مصاري لا مني ولا منك، مزبوط عم بحكي؟ هلا يمكن صح، بس انا بأكد انه محتار. هلا مزبوط هذا الحكي اللي انت عم تقوليه، بس شو رأيك باللي رح اقول لك اياه هلا؟ راقبته ومشيت وراه. حط المصاري يلي عم يلمون من العالم بصندوق التبرعات تبع الجامع. ومو بس تبع الجامع، تبع الكنيسة كمان. وبعدها حمل حاله ومشي. لا لك شو عم تحكي انت؟ انت بلشت تخربط ايه بقى؟ شو بابا نويل؟ والله العظيم هذا اللي صار. كل المصاري اللي بيجمعها بحط نصها بالجامع ونصها بالكنيسة. طيب انت بكل هالمراقبة ما قدرت تفهم منه شيء؟ وين عايش؟ شو بيعمل؟ اي شيء؟ طبعا حاولت، شو ما سألته ما بيرد. بتعطيه اكل بيقول لك شكرا، ما بقدر اخذ اكل، اذا في مصاري بيكون يعني شكرا كثير لك. ايه لا، ما قال لك ميرسي كمان؟ ايه عن جد معك حق تستغرب. بتعرفك ايبا شوقتني اعرف قصته، بس كيف؟ انا عندي فكرة. هاتي لنشوف ست الحسن. اسمع لك، يا انت او ايبا بتجعلكوا لي حالكم تلبسوا قواعي معترة وتبسطوا قدامه وتفتحوا الحديث. والله فكرة، وشوي شوي نسحب من دم الحكي. ايه تضربي انت وهالفكرة، انا مالي هون. يا ستي فكرتك ممتازة، بس المشكلة بيعرفني لقلي. طيب شو الحل؟ نحن بنات ما بيمشي الحال. أنا بقلك شو الحل. بده واحد فقير ومعتر مثله. ماهر دقلي لعاصم. طيب بركي هالعينتين مطلوب او عليه شي مصيبه، يعني بيجوا بيعفطوك وبيشخطوني معه كمان. ايه والله الحق معك، بركي مطلوب لشي جهه امنيه. لك شو مطلوب مو مطلوب؟ شو رح تقعد بحضنه انت؟ خلص اقعد بعيد عنه. على جنب على جنب، انت عود محايد. محايد؟ اعفيني منها استاذ ايباء مشان الله. ولك نحن بدنا نعرف قصته مشان نساعده، ما بدك تعمل خير لك يا عاصم؟ بدنا نعرف قصته، عم يشي لوجه الله ثواب هذا يا اخي. ايه معناتها بعمل خير وبحط له لقمة اكل وبعطيه لبس خيار من عندي قديم ما بدي اياه وبقعد جنبه بتجسس عليه. قلك من كل واحد فينا 2000 ورقة، شو رأيك؟ اخي انا موافق،
المهم تروح تقعد جنبه تفهمني من حكياته مين أهله مقلعينه مو مقلعينه عنده بيت ما عنده بيت يعني متجوز ما أنه متجوز يعني هيك هدفنا من هاي القصة أنه نساعده للزلمة شو قلت؟ شكلك وافقت هاد موبايلي شو دخل موبايلي أستاذ إيبان؟ ولك يعني ملكي ارمي الموبايل يعني شحاده مع موبايل ايه عادي استاذ ماهر هداك اليوم شفت شحاد حامل ايفون بعيوني هدول شفت كفايدات نصاب وحرامي انت شحاد شريف هات الموبايل وهي الموبايل دي هات الموبايل اصبح طولة 8000 يتحركوا العاصم صاير مثل مصوفة طولوا بالكم عليه عاصم عم يفوت بالجو حابب يلعبها صح الملعون بصراحة أنا ما بحب أكذب على حدا بس في ناس بعتوني أقعد معك وأسمع قصتك هني حابين يساعدوك بقى بتحب تحكي قصتك ولا احمل حالي وروح مين هدول الناس اللي بعتوه مدير الشركه اللي بيشتغل فيها اوه وليش حضرتك شو بتشتغل انا بساوي شاي بساوي قهوه بنظف حمامات والمكتب يعني هيك شيء انت شو بتحلم هلا بدك تحكي لي قصتك وليش عم تنام بالشوارع ولا لا أنا عم أسألك سؤال شو بتحلم؟ بحلم أدفع آجار البيت اللي ساكن فيه وأخلص من هم صاحب البيت وبحلم كمان اشتري موبايل لأمي كأنه عم يكتب شيء عم يكتب؟ شو عم يصير؟ شو عم يكتب له؟ لا لك عاصم طلع شو هي اللي احترقت؟ عطاشي وركب شو هذا ليك صار عم يكتب مجنون؟ ليك 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 شو عم يكتب؟ وين عاصم؟ والله ما ارتحت له لأنه شعري الله يا عاصم ليكو 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 اجا ابنك وينك انت؟ شو صار معك؟ هذا اللي قاعد تحت مو بني ادم ابدا شو هالحكي هذا؟ ايه هذا ملاك ملاك وهبط علي من السما لا فهمني شو صار شوفوا كيف ايه الحمد لله وفيت النذر بعلي والله طلع من نصيب واحد شاب هيك درويش بيشتغل بالشاي والقهوة صدقيني حمل وانزاح عن ظهري بدي منك شغلة طقي لي الحمام انا جاي على البيت الله معي مع السلامة